أبنائي طلاب الصف الثاني عشر تأسيسي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. ودرسنا اليوم أبنائي الطلاب هو تجربة ذات الحدين. تعالوا مع بعض نشوف الرسائل الثلاثة لهذا اليوم. الرسالة الأولى، هنتعرف مع بعض يا شباب على مفهوم تجربة ذات الحدين. يعني ايه تجربة ذات حدين؟ هحل معاك مثال رقم 3 واحاول ان تحل صفحة 87 و88 بإذن الله. وفي النهاية طبعا ما بننساش طبعا المفهوم صفحة 89. طيب تعالوا مع بعض نشوف تجربة ذات المفهوم، التجربة ذات الحدين. اقصد بالتجربة هنا يا شباب هي التجربة العشوائية. التجربة العشوائية اللي هي ايه؟ زي مثلا إلقاء قطعة نقط معدنية مرة واحدة أو عدة مرات، إلقاء مكعب مرقم من 1 إلى 6، سحب بطاقة من مجموعة بطاقات من صندوق مثلا، أو سحب كرة من مجموعة كرات من صندوق مثلا، أو مثلا إطلاق قذيفة على هدف إيه معين. كل هذه تسمى تجارب عشوائية، تمام؟ طيب هل هذه التجارب يمكن اسميها تجارب ذات حدين؟ متى يقال لهذه التجارب تجارب ذات حدين؟ طبعا هناك شروط لان تكون التجربه تجربه ذات حدين. هنتعرف على الشروط ازاي؟ من خلال العرض اللي هنشوفه مع بعض باذن الله تعالى. طيب في كل عمليه تجربه تجري بتكرار تحت نفس الظروف، يمكن تسميه المتغير العشوائي فيها بانه متغير ذات الحدين. نقصد بالحدين دول يا شباب نجاح التجربة وهو وقوع الحدث. زي مثلا اقول لك ايه، القاء قطعة نقود معدنية، انا عايزك تقول لي مثلا الحدث ظهور صورة. يبقى ظهور الصورة اذا ظهرت معاك الصورة فبدا بسميه ده نجاح التجربة. طب واذا ما ظهرتش معاك الصورة بسميه فشل التجربة. يبقى وقوع الحادث بسميه نجاح، وفشل وعدم وقوع الحادث بسميه فشل. يبقى خلي بالنا من العبارتين، وده معنى ذات الحدين. ذات الحدين يعني لها حدين يا شباب، نجاح وفشل. نجاح اذا وقع الحدث، وفشل إذ لم يقع الحدث. طب من أمثلة التجارب التي نأخذ منها متغيرا عشوائيا ذات حدين، زي ما قلت لك السحب على التوالي، خلي بالك مع الإرجاع، لأن السحب على التوالي بدون إرجاع زي ما هيتضح معانا في الشغل بإذن الله تعالى لا يمثل تجربة ذات حدين، إنما إذا كان السحب على التوالي مع الإرجاع فهذا يمثل تجربة ذات حدين. إلقاء قطعة نقد عدة مرات متتالية، هذه أيضا هنشوف مع بعض أنها تجربة ذات حدين. إلقاء مكعب مرقم من 1 إلى 6 عدة مرات، هذه أيضا تجربة ذات حدين. إطلاق عدة أعيرة نارية على هدف معين، هذه أيضا تجربة ذات حدين. طب إيش عرفت يا أستاذ إن دي تجربة ذات حدين؟ التجربة ذات حدين يا شباب تعرف كالتالي، بأنها هي تجربة تتكون من عدد ثابت من المحاولات. يعني إلقاء قطعة نقد عدة مرات متتالية، إلقاء مكعب مرقم من 1 إلى 6 عدة مرات، إطلاق عدة أعيرة نارية على هدف معين، دوران مثلا العجلة الدوارة أكثر من مرة زي ما هنشوف. مثل هذه يا أستاذ بيقال أن التجربة ذات الحدين هي تجربة تتكون من إيه بقى؟ من عدد ثابت من المحاولات، بس خلي بالك بشروط تتميز بالخصائص التالية. خلي بالك من الخصائص اللي هتذكر دي بقى، دول 3 خواص هأدرسهم كويس عشان بهذه الثلاثة الشروط يمكن أنا أحكم على التجربة اللي هتجيلي في الامتحان بأنها تجربة عشوائية، تجربة ذات حدين أم ليست تجربة ذات حدين. الشرط الثلاث شروط بيقول إيه؟ بيقول أن لكل محاولة ناتجان. ممكن أنا يعني هنعمل التجربة أكتر من محاولة، صح ولا لا؟ لكل محاولة تعملها لازم يكون لها ناتجان ممكنان، أحدهما فقط يسمى نجاح، يعني إذا وقع الحدث يسمى نجاح، وإذا لم يقع الحدث يسمى فشل. وهم دول يا أستاذ اللي ذات الحدين اللي احنا سميناهم تجربة ذات حدين، يعني نجاح وفشل. نتائج المحاولات هي حوادث مستقل. يبقى أول شرط من شروط التجربة ذات الحدين أن تكون لها ناتجان ممكنان، أحدهما يسمى نجاح والآخر يسمى فشل. احفظ معايا، نتائج المحاولات هي حوادث مستقلة. يعني حوادث مستقلة؟ يعني أحدهما لا يؤثر في الآخر، خلاص؟ يعني المحاولة الأولى لا تؤثر في المحاولة الثانية وهكذا. احتمال الناتج نجاح
ثابت في كل محاولة. يعني احتمال ظهور الصورة مثلا عند إلقاء قطعة نقد مثلا معدنية عدة مرات هتلاقيه دايما نص، في المحاولة الأولى نص، في المحاولة الثانية نص، في المحاولة الثالثة نص. ففي هذه الحالة بيقال أن احتمال الناتج اللي هو نجاح اللي هو وقوع الحدث لابد أن يكون ثابت في كل المحاولات. يعني بمعنى كده يا أستاذ، لو جالي تجربة بيقول لي بين التجربة دي ذات حدين ولا لا، أعمل إيه؟ أتحقق من الثلاث شروط اللي أنت شفتهم دول يا شباب. الشرط الأول أن تكون لكل محاولة ناتجان ممكنان، الأول يسمى نجاح والآخر يسمى فشل. ممتاز. طب وبعدين يا استاذ؟ ابحث عن الشرط الثاني، ان نتائج المحاولات حوادث مستقله. كيف اعرف ان فعلا الحدث المحاوله الاولى لا تؤثر في المحاوله الثانيه؟ الشرط الثالث والاخير ان احتمال الناتج نجاح اللي هو وقوع الحدث اللي هيسالك عنه لابد ان يكون ثابت في كل محاوله. اذا تحقق الثلاث شروط دولت في اي تجربه عشوائيه فيقال ان هذه التجربه تجربه ذات حدين. طيب يا استاذ، انا خدت مفهوم عام كده عن التجربه ذات حدين، طب ايه رايكم يا شباب نروح لمثال نوضح الكلام ده؟ يلا بينا، تعالوا مع بعض كده. مثال 3 صفحه 87 بيقول ايه؟ هل كل من التجربتين التاليتين تجربه ذات حدين ام لا؟ ادي الفرع ايه من السؤال. يتم تدوير القرص المجاور، شوف ثلاث مرات عدة مرات اهو، تمام. ادي القرص المجاور اهوت، دور القرص المجاور ده ثلاث مرات. ممتاز. لنفترض ان فرص استقرار مؤشر القرص على جميع الاجزاء لها نفس امكانية الحدوث. ممتاز. وان المحاولة الناجحة، ايه المحاولة الناجحة؟ هي عندما يستقر المؤشر على الجزء تقدم خطوتين. يعني لما يقف المؤشر بتاعك على الجزء تقدم خطوتين فده يعتبر وقوع الحدث اللي بيسألك عليه، فدي محاولة ناجحة. طب تعالوا مع بعض نشوف. يعني احنا لما نلف قرص الدوار ده احنا قلنا ايه؟ عشان تكون هذه التجربة تجربة ذات حدين يتحقق ثلاث شروط. تعالوا نشوف الشرط الأول. الشرط الأول لازم يكون لكل محاولة احتمالين، نجاح او فشل. طب تعال انت لما تدور القرص ده المحاولة الاولى وانت عايز يقف على تقدم خطوتين، ممكن يقف وممكن ما يقفش، صح ولا لا؟ يبقى يقف دي نجاح، ما يقفش فشل. لو عملت المحاولة التالية ممكن يقف وممكن ما يقفش، على ايه؟ على الجزء اللي هو تقدم خطوتين. يبقى فعلا هذه اول خطوة يا شباب، هناك نتيجتان محتملتان لكل محاولة، وهما ايه؟ استقرار مؤشر القرص على احد الجزئين تقدم خطوتين، زي ما هو عايز في السؤال. المحاولة الناجحة عندما يستقر المؤشر على الجزء تقدم خطوتين. يعني انت لما تعمل المحاولة الاولى ها، يا يقف على تقدم خطوتين يا ما يقفش، صح ولا لا؟ يبقى فعلا اذا يبقى لهذه النتيجه او لهذه المحاوله نتيجتان. ها، النتيجه المحاوله الاولى نجاح، والمحاوله الثانيه عدم استقرار المؤشر على اي من هذين الجزئين فشل. ممتاز. ادي الحاله الاولى. تعالوا نشوف الشرط الثاني. هل كل محاوله تؤثر في المحاوله الثانيه؟ طبعا لا، ولذلك هي حوادث ايه؟ حوادث مستقله، صح ولا لا؟ اهو، لا تؤثر نتيجه اي محاوله في احتمال النجاح في المحاولات الاخرى، صح كلامك؟ معنى كده انها حوادث مستقله. يتبقى الشرط الثالث. الشرط الثالث اللي هو ايه يا شباب؟ حد فاكر؟ ها، تمام، ان احتمال النجاح ثابت في كل محاولة. ايه النجاح اللي احنا بندور عليه؟ اللي هو يستقر المؤشر على تقدم خطوتين. طب تعالوا دورت كده المرة الاولى او المحاولة الاولى، المحاولة هات لي احتمال وقوف المؤشر على تقدم خطوتين، ادي 1 2 على عدد فضاء العينة، على العدد الكامل ده. يعني كم على كم يا شباب؟ يبقى احتمال النجاح اللي هو يمثل عندي تقدم خطوتين يساوي عدد الاجزاء اللي موجود عندك في الرسم تقدم خطوتين على العدد الكلي للاجزاء اللي عندك، او عدد الكلي للايه؟ للقرص الدوار ده. كم حبه يا شباب؟ 2 اهم، تقدم خطوتين تقدم خطوتين، ولو عديت الاجزاء دي كده هتلاقيها 8، يبقى 2 على 8. لو دخلتها الحاسبه هتطلع معاك ربع. يبقى فعلا في كل محاوله هتلاقي يا استاذ فعلا احتمال النجاح ثابت في كل محاولة ويساوي 2 على 8 اللي هي تساوي ربع، اللي هي تساوي 0.25. تعال نشوف كده احتمال النجاح. ايش النجاح المقصود به؟ هو تقدم خطوتين. لما تجيب احتمال تقدم خطوتين من القرص الدوار ده في كل محاولة هتطلع 2 على 8. 2 على 8 اللي هي 1 على 4 اللي هي 0.25 في كل محاولة. ايه رأيكم يا شباب؟ تحقق الثلاث شروط ولا لا؟ فعلا تحقق الثلاثة شروط. معنى كده ان هذه التجربة هي تجربة ذات الحدين. ممتاز. طب تعالوا مع بعض نشوف مثال اخر.
الفرع بي من السؤال، هل ركز معاه بقى في الفرع ده وشوف هنتعامل معاه ازاي. هل كل من التجربتين التاليتين خدنا منها الجزء ايه؟ ناخد بقى الجزء بي، هل هي تجربة ذات حدين؟ تعال نشوف، بيقول لك 7 طلاب من صف مكون من 23 طالب يتعلمون اللغة الفرنسية، ممتاز. اختير احد طلاب الصف عشوائي، تمام، ثم اختير طالب ثاني عشوائيا، تمام. يبقى انا اخترت طالب اول خلاص خلصت منه، وبعدين اخترت طالب ثاني عشوائيا. يا شباب في مثل هذه المسائل يفضل التعامل فيها بمخطط الشجرة، مخطط الشجرة هيسهل معاك الشغل ده. تعال نشوف كده، فانا عملت لك كده يا شباب. طب النجاح في التجربة عبارة عن ايه؟ نرجع تاني كده، النجاح في هذه التجربة يكون في اختيار طالب يتعلم اللغة الفرنسية. يبقى انا هشتغل على مين؟ على ان طالب يتعلم اللغة الفرنسية. تعال نشوف كده، انا عملت مخطط الشجرة يا شباب، عملته بالصورة دي يا استاذ. ليه؟ لان انا سحبت ايه؟ طالب، وبعدين سحبت طالب اخر، صح ولا لا؟ يبقى دي السحبه الاولى ودي السحبه الثانيه، صح ولا لا؟ دي السحبه الاولى ودي الايه، او دي الاختيار الاول وده الاختيار الثاني. الاختيار الاول ممكن يكون طالب يتعلم اللغه الفرنسيه او لا يتعلم اللغه الفرنسيه. في الاختيار الثاني للطالب الثاني يتعلم الفرنسي، لا يتعلم، يتعلم، لا يتعلم، تمام. طب هم كم طالب عندي في الصف؟ 23، ممتاز. كم طالب يتعلم الفرنسي؟ 7. يبقى المسار الاول ده كم طالب؟ 7 على 23، تمام. طب يبقى متبقى عندك كم طالب لا يتعلم اللغة الفرنسية؟ ما هو الصف كله 23، لما طلع منه 7 يتبقى كام؟ 16. يبقى هنا يا استاذ 16 على 23. ركز معايا بقى في اللي جاي، بيقول لك ادي اختار اختير احد الطلاب الصف عشوائيا، خلاص خلصنا منه ده، طلعناه بره الحسبه بتاعتنا، ثم اختير طالب ثاني عشوائيا. لما اختار طالب ثاني، طب الطالب الاول طلع خلاص، صح ولا لا؟ متبقي كام طالب عندك في الصف بال 23؟ 22، صح ولا لا؟ معنى كده يا استاذ ان الكسر ده هيكون مقامه 22، وده مقامه 22، وده مقامه 22، وده مقامه 22. هنفترض ان الطالب الاول اللي انت خدته في الحاله الاولى كان يتعلم الفرنسيه، معنى كده ان اللي يتعلم الفرنسيه هيجلون 1، صح ولا لا؟ بدل ما كانوا 7 يصيرون 6 بس على 22، ويظل دول كام؟ 16 بس على 22. عايز تتاكد من شغلك، اجمع البسط ده مع البسط ده، 6 زائد 16 يديك المقام 22. طب انا هفترض ان الطالب اللي انا سحبته في السحبه الثانيه، او اللي انا اخترته في السحبه الثانيه لا يتعلم الفرنسيه، معنى كده ان ال 16 دول هم اللي هيجي له واحده، صح ولا لا؟ هيصيرون 15 على كام؟ على 22، والسبعه دي تظل لي كما هي، اهي. واضح يا شباب؟ واتوقع ان احنا شرحنا حاجه زي ديت في الدرس، في درس من الدروس يا شباب. خلاص لو انت عايز تتاكد اجمع كده 7 وادي 15 22. تعالوا كده نشوف اول شيء، هو بيقول لك ايه؟ النجاح في هذه التجربة يكون في اختيار طالب يتعلم الفرنسي. طب من شروط التجربة ذات الحدين أن يكون احتمال اختيار طالب يتعلم اللغة الفرنسية أن يكون ثابت في كل المحاولات، إيه رأيكم؟ طب هنا في الإيه؟ في الإيه؟ في الاختيار الأول 7 على 23، صح ولا لا؟ طب شوف كده في الاختيار الثاني أعطانا كام يا شباب؟ 6 على 22. طب ليه يا أستاذ أنت اخترت ده واخترت ده؟ لأنه بيشترط عليك فوق، بيقول لك أهو النجاح ماله؟ النجاح فين؟ في هذه التجربة فين؟ يكون في اختيار طالب يتعلم اللغة الفرنسية. يبقى أنا بأشتغل على يتعلم اللغة الفرنسية، يتعلم يتعلم. يبقى هنا مرة 7 على 23 وهنا 6 على 22، واضح إن الاحتمال إيه؟ غير ثابت، صح ولا لا؟ معنى كده هل هذه تمثل تجربة تجربة ذات حدين؟ طبعا لا، لأن اختل شرط من الشروط. يبقى اختيار طالب يتعلم اللغة الفرنسية في الحالة الأولى 7 على 23، اختيار طالب يتعلم اللغة الفرنسية في الحالة في الاختيار الثاني 6 على 22، إيه رأيك يا شباب؟ بما أن الاحتمالين في المحاولتين مختلفان فإن التجربة ليست تجربة ذات إيه؟ ذات حد. طيب تعالوا مع بعض نشوف، حاول أن تحل صفحة 88. هل كل تجربة من التجربتين التاليتين تجربة ذات حدين؟ إذا كان الأمر كذلك أوجد احتمال النجاح، وضح إجابتك، تمام. الفرع من السؤال نفس الشيء، اخترت بطاقة واحدة من مجموعة مركبة من 7 بطاقات، 4 بطاقات تحمل الحرف A و3 بطاقات تحمل الحرف B،
إذا اخترت بطاقة أخرى عشوائيا من البطاقات على طول مباشرة، أعمل مخطط الشجرة. أهو أدي مخطط الشجرة، أنا هختار بطاقة أولى وبعدين اخترت بطاقة أخرى، أدي الـ A وأدي الـ B. دي الاختيار الأول زي ما عملنا في أتعلم الفرنسية ولا أتعلم الفرنسية. الاختيار الثاني A B وأدي A B. تعال نشتغل بقى. أنت عندك كم بطاقة مرقمة؟ عندي 7 بطاقات، 4 تعمل الحرف A يبقى 4 على 7، ها، وثلاث بطاقات تعمل حرف ب 3 على 7. ايه رايكم؟ اسمع منا بقى. ثم اخترت بطاقه اخرى عشوائيا من البطاقات، شوف كده، المتبقيه. معنى كده ان البطاقه الاولى اللي انا سحبتها خلاص انتهيت منها، ما رجعتش، صح ولا لا؟ طب هيبقى باقي كام عندنا في الايه؟ ها، هيبقى باقي كام عندنا؟ هيبقى باقي 6 بطاقات. يبقى المقام هنا 6 6، المقام 6، المقام 6. هفترض ان الاولى اللي ما رجعتش كانت ايه، يبقى الايه هتجي لواحده، تصير كام؟ 3 على 6، وتبقى دي 3 على 6 زي ما هي، صح ولا لا؟ طب هفترض ان اللي ما رجعتش كانت بي، صح ولا لا؟ يبقى دي تصبح 2 على 6، 4 على 6 كما هي، ودي تصبح 2 على 6. عايز تتاكد؟ اجمع 3 زائد 3 يديك المقام 6، 4 زائد 2 يديني المقام 6. واضح الجزء ده يا شباب؟ كمان مره اوضحه تاني يا شباب. في الاختيار البطاقه الثانيه، انا هفترض ان البطاقه اللي انسحبت وما رجعتش كانت بطاقه من الحرف ايه، يبقى الاربعه دول يصيرون 3، والتلاته دي كما هي. اتفقنا ان المقامات 6 ما عندناش مشكله فيها. الحاله الثانيه، انا هفترض ان البطاقه اللي انسحبت وما رجعتش كانت بي، يبقى البي اللي هتجي لي واحده، التلاته هتصير 2، والاربعه دي طبعا كما هي. لو جمعت البسط مع البسط اديني 6، 4 مع الاثنين اديني 6. ايه رايكم يا شباب؟ ها، هل هو بيسالك بقى، بيقول لك النجاح يكون في الحصول على بطاقه تحمل الحرف مين؟ الحرف ايه. يبقى انا هتعامل مع الاي والايه. ايه رايكم؟ ها، المسار هنا 4 على 7 والمسار هنا 3 على 6. فعلا يبقى الحصول على بطاقه تحمل الحرف ايه في كل مره يتغير وليس ثابت. يبقى 4 على 7 ومره 3 على كام؟ على 6. بما ان الاحتمالين في المحاولتين مختلفان فان التجربه ليست تجربه ذات حدين. وتذكر لما انا كنت بعرف لك تجربه ذات الحدين في الامثله في اول شريحه، لما قلت لك ركز، السحب مع الارجاع هي تجربه ذات حدين، اما السحب بدون ارجاع على طول اعلم تماما انها تجربه ليست تجربه ذات حدين. اتضح ان واضح ان الفرق واضح معانا يا شباب؟ يبقى اذا كانت السحب مع الارجاع يبقى على طول اعلم انها تجربه ذات حدين، اذا كان السحب بدون ارجاع يبقى فعلا اعلم انها تجربه ليست تجربه ذات ايه؟ ذات حدين. طب وده بيقول لك هنا ايه؟ ايش دراني يا استاذ؟ ما قالتش مع الارجاع، بس قال لك ايه؟ من البطاقات المتبقيه. متبقية معناها ان الاولى ما ايه؟ ما رجعتش معانا يا شباب. طب تعالوا مع بعض نشوف سؤال اخر. حاول ان تحل صفحة 88 الفرع ب، قمت برمي مكعب منتظم مرقم من 1 إلى 6، ايه رأيك؟ اكتب فضائل العين. 4 مرات كتبناها، حاولنا فيها 4 مرات، ممتاز. لنفترض ان فرص الحصول على كل الارقام لها نفس امكانية الحدوث، ممتاز. تعد المحاولة ناجحة عند الحصول على عدد زوجي، تمام. تعال كده نشوف هل هذه التجربة تجربة ذات حدين؟ تعال نتحقق من الشروط. هو عايز ايه؟ المحاولة الناجحة الحصول على عدد زوجي، فعلا. يبقى انا لو رميت الرمية الأولى عندي احتمال، لا احتمالين، أن يظهر عدد زوجي ده النجاح، وألا أو لا يظهر عدد زوجي ده الفشل. يبقى فعلا في كل رمية لا محاولتان، نجاح وفشل، ظهور عدد زوجي وعدم ظهور عدد زوجي. أدي الشرط الأولاني. الشرط الثاني، هل الرمية الأولى تؤثر على الرمية الثانية؟ هل المحاولة الأولى تؤثر على المحاولة الثانية؟ طبعا لا، ولذلك فهي أحداث مستقلة، صح ولا لا؟ يبقى أدي الشرط الثاني متحقق. تعال نشوف الشرط الثالث، هل احتمال النجاح في كل محاولة ثابت؟ طب هو ايه النجاح اللي عندنا؟ الحصول على عدد زوج. لما توصل على عدد زوج 2 4 6، يعني 3 على 6، يعني نص. في الرمية الأولى احتمال الحصول على عدد زوجي 3 على 6 اللي هو نص. طب في الرمية الثانية نفس الشيء 3 على 6 اللي هو نص. طب في الرمية الثالثة برضو احتمال النجاح اللي هو الحصول على عدد زوجي 3 على 6، يعني نص ونص. في الرمية الرابعة هكذا. معنى كده ان احتمال النجاح ثابت في كل المحاولات. ايه رأيك يا شباب؟ معنى كده ان الثلاث شروط متحققة، معناها ان هذه التجربة تجربة ذات حدين. طب تعالوا نشوف مع بعض كده.
الشرط الأول الحصول على عدد زوجي في كل مرة ثابت ولا يتغير، ويساوي كام؟ يساوي 3 على 6. ده الاحتمال بتاعه يا شباب، الاحتمال الحصول على عدد زوجي في كل مرة ثابت ولا يتغير ويساوي 3 على 6. معلش هنضيف هنا كلمة احتمال، الحصول على عدد زوجي في كل مرة ثابت ولا يتغير ويساوي 3 على 6 اللي هو نص. تمام. الشرط الثاني، لكل محاولة ناتجان ممكنان وهم الحصول على عدد زوجي أو على عدد غير زوج. أهو نجاح وفشل. نجاح إذا حصلت على عدد زوجي يبقى أنت نجحت، إذا ما حصلتش على عدد زوجي يبقى أنت فشلت. تمام. الشرط الثالث، نتائج المحاولات مستقلة. ليه؟ لأن وقوع أحدهما لا يؤثر في الإيه؟ في الآخر. واضح إن الثلاث شروط متحققة، معنى كده فهي تجربة ذات حدين. يبقى أنا فهمت يا أستاذ إن لو جالي تجربة عشوائية كيف أعرف إنها تجربة ذات حدين؟ أتحقق من ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون لها محاولتان، في كل محاولة لها ناتجان اللي هو ايه؟ فشل ونجاح، او نجاح وفشل، ولذلك سماها ايه؟ تجربة ذات حدين، الحدين بتوعها النجاح والايه؟ والفشل. انها عبارة عن احداث مستقلة، يعني وقوع احدهما لا يؤثر في الاخر. الشرط الثالث، احتمال النجاح لابد ان يكون ثابت في كل ايه؟ في كل محاولة من المحاولات. والى هنا احباب طلاب الصف الثاني عشر تاسيسي نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من درس اليوم. وما ننساش طبعا نروح للكتاب المدرسي صفحه 90، هتلاقي رقم 20 21 22 كلها بتتكلم عن تجربه ذات الايه؟ ذات الحدين. وراجع مع نفسك باقي المفهوم الموجود عندك في صفحه 89. والى ان نلقاكم في لقاء جديد ودرس جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من دعواتكم، وفي امان الله.